مسكوا هذا الأخوي وعذبوه وأهانوه وقتلوه. نحن لا نعمم على اللبنانيين ككل، نحن لا نطالب الشرفاء في لبنان بضرب يد من حديد لمن يقوم بهذا العمل الإجرامي بتعذيب السوريين وقتل السوريين. أخوي قتلوه وعذبوه وقتلوه قتل عن موت، يعني جسمه، وهي يعني أكبر دليل عنا نحن بالتعذيب. وأنا عندي، أنا جاهز أقدم أدلتي. المخفر اللي مسكه واستقبله وما كانوا يدخلوه على المشفى، وعندي محادثات وأدلة كيف المخفر قال لي نحن مسكناه على حرف الطريق وجبناه وشفنا كيف معذب. نحن نطالب الحكومة في لبنان ردع هؤلاء المجرمين، وطالب الأمم المتحدة. والدي ذهب به إلى الأمم المتحدة وأخبرهم بحالته الإنسانية الصعبة والسيئة، فهو وصل إلى الموت بسبب القتل والتعذيب من قبل العنصريين. لجأ بال 2012 إلى منطقة لبنان، لاجئ هارب من بطش الأسد وأجرامه. فكان موجود في هناك يعمل في 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 منطقة لبنان، فهو يسكن في منطقة الشتورة. ذهب منذ 10 أيام إلى منطقة بيروت بحثا عن لقمة العيش. نحن نطالب أهل لبنان الشرفاء بردع هؤلاء المجرمين. نحن نطالب الأمم المتحدة فتح المشافي للسوريين ومعالجتهم. أخي يحتاج إلى علاج، إلى المشفى لم يدخلوه، وحالته حرجة وبين الموت والحياة بسببهم، بسبب الأمم المتحدة هو مات.